هنعمل مع بعض الصودا بالتشيري. وانا هستعمل النهارده كريز فريش وسيرب كريز. فانا معايا صودا، عندي كريز فريش، عندي سيرب كريز، عندي عصير ليمون. دايما الحاجات المسكره زياده بتاخد تاتش عصير الليمون ده عشان تظبط كده. وعندي سلايسز ليمون اداليا، وعندي مكعبات تلج. مفيش خلاط، مفيش اي حاجه، هنخلط بس ده كله في الكاسات. هنبتدي كده نحط الكريز الفريش اهو. هخلي بس حتتين من الكريز عشان الجارنش زي ما احنا متعودين. اي حاجه بقى متعقمه كده ومن تحت مسطحه. وهنبتدي ندي بس الكريز شويه ضغطات كده، نطلع منه شويه الطعم. في شويه صغيرين قوي كده. نقطه من السيرب. هننزل بعد كده اهو بعصير الليمون. هنا نحط الاول مكعبات التلج. ده بقى مشروب احنا متعودين نطلبه دايما في المطاعم. احنا النهارده عاملين عليه شويه تويستس كده، اوعدكم هيطلع احلى، جربوه. بس احنا هنحط اهي الكاسات بتاعتنا خلاص جاهزه، السودا. انا بميل الكاسات كده عشان بس ما تفرش.